السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على نهضه بركان اللي تم الاحتجاز ديالهم في مطار هواري بومدين في العاصمه، والسبب فقط لانهم لابسين التيشورتات فيهم الاعلام تاع المغرب كامل، وماشي اول مره كيلبسوه، لبسوه بزاف ديال المقابلات. هذا النهار غادي نشوفوا بزاف ديال الفيديوهات اللي كيهضروا على هذا الشيء. وقبل ما نشوفوا الفيديوهات بغيت انا نهضر معكم شويه على حساب الخطابات نتاع الرئيس عبد المجيد تبون، ديما كيقول فيها باللي هو بعيد كل البعد على القضيه نتاع الصحراء المغربيه، وباللي ما كيهموش هذا الامر، فقط هو مستقبل عنده الصحراويين حكم الجوره والقانون الدولي، ولكن القضيه نتاع الصحراء هي قضيه لا تهمه. ولكن في هذا الشيء اللي شفناه البارح تبين باللي القضيه الاولى نتاع الجزائر والنظام الجزائري هو الصحراء المغربيه، واخا حنايا ما عرفناش اصلا اش دخل الجزائر في هذه القضيه نتاع الصحراء. المهم بلا ما نكثر معكم الهضره بزاف، غادي نشوفوا الفيديوهات نتاع الناس اللي هضروا على هذا الشيء ومن بعدها نهضروا معكم. السلام عليكم. الامر لا يتعلق فقط بخرق سافر القوانين، انما يتعلق بمزاجيه الدوله او بين قوسين جنونها. كيف تمنع فريق لكره القدم من الدخول الى بلدك لانه يحمل خريطه بلده؟ وفي اخر المطاف في الجزائر تقول دائما اننا لا نتدخل في اي امر متعلق بالصحراء المغربيه. المشكل على مستوى الامم المتحده، مع انها تستثمر مليارات، ولا يمكن تسميه هذا استثمارا، مع انها تخسر مليارات من الدولارات لاجل معاداه المغرب ولاجل تقسيمه، ولها شعب يقضي جل اوقاته في الطوابير. لماذا لا تستقبل الجزائر الاستثمارات الاجنبيه؟ لماذا لا ياتي سياح؟ لماذا موقفها مهزوز دبلوماسيا؟ لان هناك الكثير من الحمق والجنون. كيف تطلب من لاعب كره قدم بان لا يلبس قميصا في خريطه بلده؟ الامر غريب. وكيف نحن بصدد طلب تدخل الكاف او الفيفا في امور كهذه، مع انه كره القدم يجب فيها فصل السياسه عن الرياضه؟ يعني في اخر المطاف مشكل حمقى. فريق نهضه بركان يمثل المملكه المغربيه الشريفه، وسيلبس الأقمصة بخريطة المغرب، ومن غير المعقول أن يتم التعامل مع اللاعبين بهذه الطريقة. الآن واش فهمت واحد شوية علاش دائما عندما نتكلم عن الجزائر نقول بأن موقفها غريب وبأن هناك معاداة مجانية للمغرب؟ على هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجة أخرى، ما كاين لا فتنة لا رفض الأخوة. شعب واحد واخا، ولكن راه هناك الكثير من الهرطقات. وإذا كان هناك مرض اسمه المغرب فهذا المرض ليس له دواء. الدواء هو التركيز على شيء آخر، لأن المغرب سيستمر وسيكون دائما كبيرا، والصحراء المغربية لا يتجزأ من التراب الوطني. وسدات مادام دروك يعني الجزائر والله ما كتفهمها، واش عندها الربح سواء كانت الصحراء مغربية ولا ماشي مغربية، هي واش دخلها؟ المغرب المروك هي أسباب كل شيء. اسمعوا هذا واحد من بزاف اللي كيكتبوا لي كومونتيرات، وبزاف اللي متاثر باللي المغرب هي السبب ديال المعاناه ديالهم تما، المعاناه تاع الجزائريين. مع احتراماتي بزاف ديال الجزائريين، ولكن انا نهضر دروك على الاغلبيه اللي دايرين بحال هاد السيد. هي سبب انتشار الزطلات، الصاروخ، الحلوى، ليكستا تدخل من المغرب، الزطلات تدخل من المغرب، الكوكايين تدخل من المغرب. تسمى المغرب هي اللي راهي تهلك في الأمة العربية، ماشي في الجزائر. دخل تونس، دخل ليبيا، مروك. المغرب هو اللي كيهلك في الأمة العربية كاملة، وغير حشم يقول يمكن العالم كامل. اللي شغل الحاجة اللي تهلوس الراس، كاع تجي من المغرب. المغاربة ما يعطوكش حاجة تفيد، يعطوك حاجة تهلوسك. مروك خط أحمر، هي اللي راهي تدعم في الشعب تدمر في الأمة الإسلامية. المهم خلينا كاينين بزاف بحال هكا عنده هاد العقلية، خلينا منه. نقلبوا شي واحد آخر. هاي انتوما كتدافعوا على الصحراويين، دافعوا بعدا على الفلسطينيين اللي محقورين، اللي كيقتلوا منهم العديد من الناس. على الاقل طنجة وبزاف ديال المدن المغربية كيخرجوا بالمئات الالاف ديال الناس برا، بينما في الجزائر اللي كتقول ظالمة او مظلومة، مع فلسطين ظالمة او مظلومة، ما كاينش واحد خارج. تفرجوا هذا شوية. بلا ما نطول عليكم بزاف في هاد الفيديوهات، لانهم فيهم هكا كاين بزاف ديال الفيديوهات ديال المغاربه خارجين بمئات الالاف، ما هما هضروا ما قالوا لا مع فلسطين ظالمه او مظلومه ما والو. المهم عارفين القضيه ديالهم، والله ينصر الفلسطينيين ان شاء الله.
يا اخوانا للاسف نهضه بركان المغربي كان هيلاعب اتحاد العاصمه الجزائري في الاراضي الجزائريه. نهضه بركان وصل مطار هوارب وماديان، تم استقبالهم بالورود، وبعد كده اتفاجئوا ان الامن الجزائري بدا يوقفهم، مش راضي يدخلهم عشان في خريطه المغرب محطوطه على القميص نهضه بركان. وكمان مسؤول امني كبير في الجزائر للاسف راح لهم كلمهم بشكل سيء، قال لهم انتوا غير مرحب بيكم على الاراضي الجزائريه، يعني بالعربه طردهم. هذه بصوا بقى كلمة حق كل مازال عزب. غادي نشوفوا فيديو ديال واحد مريض اللعابه كيقول لهم انتم غير مرحب بكم، راني حاطه في هذا الارشيف درك نشوفوه. علاقتي بالمغرب وكل عارف علاقتي بالجزائر ايه. الموقف لا يليق، موقف سيء. لان قبل كده كتير نهضة بركان لعب مباريات بخريطة المغرب. واحد يقول لي لا ده أول مرة، لا لعبوا قبل كده بخريطة المغرب ومفيش فيها مشكلة. واحد يقول لي طيب وبعدين يا اخوانا الوداد قبل كده كان ليه ماتش في الجزائر الموسم ده والموسم اللي فات تقريبا، وما رضوش يعلقوا لهم العلم المغربي، والوداد احتاج وما تعلقش العلم المغربي. فتمام، فانا بعلن تضامني الكامل وبدون نقاش مع نهضة بركان، كل التحية ليهم وابطال. والموقف من الجزائر لا يليق بصراحة. حتى نادي مولودية الجزائر اعلن تضامنه الكامل في الخطاب ده مع نهضة بركان. والله يصلح الحال يا رب، وان شاء الله يا رب الموضوع ما يكبرش وما يحصلش فيه مشاكل. والله يلعن اللي يعمل فتنه بين الشعوب. وكل التحيه والاحترام لنهضه بركان ولكل المغاربه وللشرفاء والعقلاء في الجزائر، وخصوصا لمولوديه الجزائر. شكرا. مولوديه الجزائر، انا واحد من المشجعين ديالها، كتعجبني مولوديه الجزائر ومن المحبين تاع الجزائر. يعني غير واش هاد الامر اللي وقع هاد المره حاجة جديدة، ربما كاع الناس كانوا متوقعينها إلا أنايا وبعض الناس اللي كنقولوا باللي الجزائر غير أنا ظالمينها وصاي، ولكن بهاد الشيء ما راناش ظالمينها. سامع العبد يا سامع، الخوت والله إلا أنايا ماشي قصدي أنني غادي نضحك على الشعب ولا، بصح هادو اللي راهم مريحين بالجراف وراهم كيعايروا في المغاربة، واحد فيهم لابس لاكوست، توني لاكوست بالتيكية ديالو. دروك هادو راهم كيسبوا في المغاربة، هو لابس توني به بالتيكية ديالو، واش غيدير على هذا هبيل؟ لا يا معالي كيف انت عملت الهضره البريطانيه الفاسي هضره الوطن، يا مخوتي يحبس تدري بلي لكم على الوطن والهدف الوطن. قال لك بالرحلي بالمال يجيب المال، يا الغابات جيب الغزال، يا النهضه البريطانيه جاب لي الرجال. هيها وتحيا بالاجلاس السيني في المكان. كنا فرحانين ناشطين. الحمد لله خوتي، الحمد لله، واخيرا خبر عاجل ورسمي، الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم تيرخص لنهضة بركان انهم يلعبوا، سمعوا معايا مزيان، بالقميص اللي تيحمل خريطة المملكة المغربية كاملة. ايها سيدي، من طنجة للقويرة، وهذا الشيء على الاراضي الجزائرية ولله الحمد. معنا في هذا الصوار الفريق ديالنا المغربي نهضة بركان تيغادر المطار وكيمشي للوطيل. اخيرا لاعبي نهضة بركان غادي يقدروا يرتاحوا في الفندق بعد ما دوزوا واحد النهار كارثي تعذبوا فيه واحد العذاب بسبب السلطات الجزائرية اللي منعتهم انهم يدخلوا للتراب الجزائري بسبب القميص ديالهم اللي تيحمل الخريطة ديال المملكة المغربية كاملة من طنجة للقويرة. وقالوا لهم الا بغيتوا تدخلوا الاراضي الجزائرية باش تلعبوا المباراة ديالكم امام اتحاد العاصمة خاصكم تحيدوا هاد الخريطة ديال المغرب، الشيء اللي بطبيعة الحال مسؤولين ديال نهضة بركان ما غاديش يقبلوا. هاد الشيء اللي غادي يخلي رئيس الجامعة الملكي لكرة القدم السي فوزي القجع انه يدخل ويدارس الامر مع الرئيس ديال كاف باتريس موتسيبي. وفي الاخير ولله الحمد انتصار مغربي، نهضة بركان غادي يلعبوا رسميا نهار الحد بالقميص اللي تيحمل الخريطة المغربية من طنجة القويرة. الخوت دائما شعارنا واحد هو الله الوطن. طالما كانت كرة القدم عند العقلاء مجرد رياضة،
أقول عند العقلاء، لكن عند السفهاء تصبح حربا قريبا. دروك هذا إعلام، إعلام كيفوت في التلفازة الجزائرية، وشوفوا باش كيشبه اللعابة والمغاربة. الجزائر تحمل في يدها الورود وتستقبل بصدر رحب الجميع. فريق نهضة بركان أقول جاء مثل أي فريق يزور الجزائر، تم استقباله بصدر رحب. الفريق يحمل قمصان بها خريطة، الخريطة المستفزة، يضم فيها هذا الفريق خريطة المغرب مع الصحراء الغربية المحتلة، في إشارة واضحة لنوايا سياسية لا تعكس مبادئ وتوجهات الجزائر في نصرة قضايا التحرر. هي مسرحية يريدون بها نشر البلبل وتغيير مسار عرس كروي بدأناه نحن بالورود، لكنهم جاءوا للعب السياسي القذر. الصحراء واش دخلكم فيها؟ لا إعلام ولا دولة ولا شان. ما عمر ما يقنعوك عزيزي الجزائري المواطن البسيط باللي الصحراء عندكش بها شي علاقة، لا من بعيد ولا من قريب. هنايا ملي كانوا خارجين، ولكن ملي خرجوا تم صدروا لهم كاع الصوالح ديالهم، التونيات، اي حاجه فيها الاعلام تاع المغرب. الله 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 مروكي مروكي بروفوكي سرق نادي مغربي محتجز في مطار الجزائر، اخر ابتكارات النظام الجزائري. صوره لاعبين لنادي نهضه بركان المغربي وهم يؤدون صلاه العصر وين؟ في مطار الجزائر. انت لما تقول تشوف هذه الصوره تقول علاش هادو اللاعبين ما يروحوش يؤديو صلاتهم في مقر تربصهم، بما انهم جاوا الجزائر اكيد في اطار منافسه رياضيه واللي هي منافسه نصف نهائي منافسه كاس الكاف ضد اتحاد العاصمه. قبل ما نفهموا تفاصيل تاع الفضيحه الجديده هذه، نروحوا اولا للنظام الجزائري اللي لما عجز على مثل مواجهه دوله مثل الامارات اللي مسحت به الارض ورفضت اصلا انها تتفاعل مع ترهاتهم، مالي استدعت لهم السفير، النيجر، الكونغو الديمقراطيه، المغرب، ليبيا، تجاهلوهم كليا في اطار الازمات الدبلوماسيه اللي فعلها النظام الجزائري. الفضيحه تاع البريكس، الفضيحه تاع ستارباكس اللي جا الجزائر ثم عرفنا بانه ما كانش منها، يعني واحد الفضائح لا تنتهي. النظام يعود انه يراجع نفسه، يشوف حلول الكوارث تاع البلاد، للطوابير، للمشاكل الاجتماعيه، للازمات السياسيه الاقتصاديه، الصوره تاع الجزائر اللي صارت كارثيه امام العالم، بلدنا منبوذ. لا 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 لا، احنا ما نحتاجوش حلول. احنا لما يجي فريق مغربي تاع كره قدم اللي هو نهضه بركان نحتجزهم في المطار. علاش اخويا؟ قال لك راهم في القميص تاعهم دايرين خريطه. دايرين خريطه تاع واش خريطه؟ دايرين خريطه الجزائر وفيها تندوف محتله من طرف البوليساريو، ولو انها حقيقه نعرفوا انه حبس البوليساريو مستعمر. هذه القضيه عنده الصح فيها. حنايا في المغرب المغاربه على حسب المعتقد ديالنا، اي مغربي كان في الجزائر كنتحداه انه يمشي لتندوف. ما كانش شي مغربي اللي كيمشي لتندوف، لان في العقل الباطني ديالنا باللي راه تندوف هي اراضي تاع البوليساريو. ما كانش. حنايا انا كنت في الجزائر ونقدر ندور الجزائر كامله الا تندوف والمناطق اللي فيها البوليزاريو. تندوف وناس ماشي جزائريين عايشين ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري، لكن ما نقبلوش انه ناس اجنبي يستفزونا في بلادنا. لا 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 لا، حبس حبس. هادو اللاعبين تاع نهضه بركان حاطين خريطه تاع المغرب والعلم المغربي، واش دخلنا فيهم حنا؟ لا، هذا استفزاز للجزائر. دونك اكيد هذه اول مره هذا النادي يرتدي هذا القميص في الجزائر باش يستفزونا. لا لا، لبسوا في تونس على سبيل المثال، لما طرحتوا منذ سنه الصور منذ سنه مثلا لبسوا هذا القميص لما راحوا لعبوا مباراه في تونس.
القميص لبسوه في تونس واحد ما علق عليه، لبسوه في بلدان اخرى عادي. علاش لما جاو القوات الضاربه صارت فضيحه؟ والنظام الجزائري نفسه يقول لك حنا هذه القضيه مثلا الخرطيه دي تاع الصحراء وكلش حنا ما عندناش علاقه بها، ما علاش مدارين قصه؟ ولا لا وزن له بلا مواقف لما فشلتوا مع جميع الدول اللي افتعلتوا معها ازمات صرتوا تستقويوا على الشباب جاوا يلعبوا البوله. الله المستعان. هذا الشيء ما كاين، الله المستعان. وصل عزيزي المشاهد المواطن البسيط في دولة الجزائر، ما عمر ما يقنعوك باللي راه الجزائر عندها شيء داخل في الصحراء، سواء كانت مغربية سواء ما كانتش مغربية، سواء احنا بغينا ندخلوا الجزائر بتوني فيه الخريطة من طنجة حتى نواكشوط ومن طنجة حتى لباري ولا مدريد، فهذا كيبقى الشأن ديالنا حنايا مع الدول الاخرين. مع احتراماتي لموريتانيا والدول الاخرين، حنا ما غاديش نديروها لان عارفين هادوك ماشي اراضي ديالنا، ولكن لنفرض اننا درناها فالجزائر ما غادي يكون عندها حتى شي داخل غير ما ندخلولهاش في الارض ديالها، ولكن الجزائر كتبغي تدخلني فيها في اي حاجه. المهم ما كنبغيش ندير الفتنه، ولكن هذا الفيديو جا هكا ما عندنا ما نديرو. كتجي شي مره الفتنه من الكبار، واخا تعيط فيها انت يا كشعب ما غاديش تقدر تطفيها. يعني باش نهضر بصراحه هذه هي الصراحه، ما غاديش نقدر ننافق في حاجه بحال هذه. صافي هذا ما كاين في الفيديو، الا عجبك الفيديو خلي لايك ونا الاراء ديالك في الكومنتير تهلاو.